ارتفق مظاهر الاعتداء على الإطار الطبي والشبه الطبي في مختلف المؤسسات الصحية في ظل الوضع الاستثنائي الصحي الراهن، الأمر الذي جعل البعض يعمل تحت ضغط نفسي بسبب الخوف من أي ردة فعل. هذه الاعتداءات التي ارتقت إلى مستوى الظاهرة لم يحدد بعد من المسؤول عنها، في ظل غياب ثقافة توعوية صحية تحدد دور الإطارات الطبية. هو طبيب يؤدي في واجبه كذا كل شيء، وربما ساعات المريض يمشي مولا الانسان المواطن البسيط ساعات يلقى ما يلقاش الشيء المتوفر كذا كل شيء، يسحب الطبيب اللي هو كل شيء يعمله. الطبيب يجي كعامل فهمني يخدم موظف يخدم يتقاضى في شهريه من عند وزاره الصحه، يبذل مجهوده كذا كل شيء في عمل انساني، بقى النواقص كذا وما يجيش من العنف. تنجم خويا تكتب لوزارة الصحة وتطلب وتمشي فهمني تعمل عريضة للوزير الأول كذا كل شيء، النواقص الحاجات كذا كل شيء. هو العنف راهو خايف في كل ميدان، في لا في الأسرة لا في الواحد، ماذا به واحد نبذ العنف. والله ما نكذبش عليك، ثم الباهي وثم الخايب، ثم اللي عنده ضمير وثم اللي ما عندوش ضمير، ثم اللي يرضى ربي تو هذيك واجب يخدم فيه البشر، ياخذ في مقابل وعنده أجر عند ربي، خاطر هو يهز في مرارك العباد. شوف حاجة مش معقولة، مش معقولة بالكل. فهمتني؟ الإنسان يقوم بواجبه كما مهنة الطب وكذا ومهنة الفرملية ومهنة نبيلة، والإنسان تقدم في خدمات المواطن بالأخص توا احنا في غسرة، ما يجيش بواحد باش يعتدي على إطار طبي ولا حاجة. فهمتني؟ هذا مش معقول بالكل، ما يقبلوش العقل بالكل. اعتداء على الطاقم الطبي تخش عليه اعتداء على البشري. مش معقول الطب يتضربوا او الفرمليات يتضربوا، لكن كذلك مش معقول المواطن المريض يتضرب واللي راقد في السبيطار يتضرب. دونك يلزم نعدلوا منا ومنا، نحن على الاقل ما بين الطب هما يخدموا ويرحموا والديهم ويكثر خيرهم. لكن نحترم المريض اللي جاني سواء في كابيني، علاش كي نمشي انا الكابيني نعطي 70 دينار يقبلني وهكا بيا هكا بيا هكا بيا، هذاك خاطر عنده باش يخلص. علاش كيف نمشي للسبيطار قليل ما عنديش، نسمع السبه ونسمع الاهانه ونسمع الكشه وتترمي الاوراق هكا، هذايا مش باهي. كي نحبوا نحن نكونوا مرجلين منا ومنا، كما الطبيب يلزمه يحترم والممرضه يلزمها تحترم، كما الشعب والمريض يلزمه يحترم.